رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد وشعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، داعيا إلى اغتنام هذه الليالي الفضيلة في التقرب إلى الله تعالى وتعزيز مشاعر الألفة والمحبة بين الجميع. وفي جلسته الاعتيادية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، أشاد المجلس بالمضامين العالية التي تضمنتها توجيهات جلالة الملك المفدى لدى ترأس جلالته الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، ولدى استقبال جلالته المهنئين من أهالي محافظات المملكة، مؤكدا أن تلك التوجيهات السامية تعكس الرؤية الحكيمة لجلالته أيده الله فيما يتعلق بشأن المحلي والإقليمي والدولي، مثمنا حرص جلالته على التزام الجميع بالثوابت والمواقف الوطنية وبنبذ استغلال المنابر الدينية للتطرف والتعاطف مع الأعمال الإرهابية وبث الفرقة والفتنة بين أفراد المجتمع الواحد. إلى ذلك هنأ المجلس سمو رئيس الوزراء بمناسبة تكريم سموه من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هذا التكريم المستحق لسموه هو تكريم لمملكة البحرين. بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات.